نشرة الرئيسة أو نشرة الظهيرة من العراقية الإخبارية نحييكم ونبدأ بأبرز العناوين. الكاظمي يؤكد المضي بمشروع بناء الدولة والقدرة على مواجهة التحديات الكبيرة بتكاتف العراقيين. القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة يوم السبت وترقب لنتائج استقطاع رواتب الموظفين. وزارة المالية تعلن عن مناقشات مستفيضة مع أطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها لمتابعة تعديل سعر صرف الدينار العراقي. وفي الأخبار الدولية تداعيات اقتحام الكونغرس تستمر استقالة أربعة من كبار مستشاري ترامب وبايدن يحمله المسؤولية في أعمال الشعب السلام عليكم احتفى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأبطال الجيش العراقي وتكريم عدد من الضباط بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، وذلك في احتفالية أقيمت بحضور جمع من الإعلاميين والفنانين والرياضيين ورؤساء النقابات المهنية. وقال الكاظمي بحسب بيان لمكتبه: إن التاريخ دون بطولات الجيش في دحر الأعداء ومقارعة الإرهاب والدفاع عن وحدة العراق وحفظ أرضه وكرامة أبنائه. مؤكدا المضي بمشروع بناء الدولة وبلورته والحرص على مواجهة التحديات الكبيرة بتكاتف العراقيين وبوجود نخبه المتنوعة أرحب بكل وجوه طيب المثقفين أكاديميين فنانين لكي نبعث رسالة للمجتمع العراقي والمجتمع الدولي بأننا نحن موحدين جميعا خلف جيشنا البطل مئة سنة من العطاء من الانتصارات من التحديات وكانت هناك بعض الأحيان محطات موجعة على الجيش العراقي لا يتحملها أبدا أنا دائما أتذكر الضباط أنكم لا تتحملون أي كبوات حصلت في هذا التاريخ المئة سنة ولكن الانتصارات كانت دائما تسجل لهذا الجيش البطل سوف نحتفل اليوم بحضوركم بتكريم مجموعة من الضباط جيش البطل التكريم سيكون باسمكم وباسم الشعب الآن نعمل سوية على بلورة مشروع بناء الدولة بوجودكم قطاعات اجتماعية مثقفين نعم هناك تحديات ولكن بمشاركة كل الفعاليات وكل طرف حسب اختصاصه نستطيع أن نبني هوية وطنية عراقية أقول هذه الهويه تبنى عندما توفر الامن، والامن يوفره هم ابطال الجيش العراقي والمؤسسات الامنيه. القراءه الاولى لمشروع قانون الموازنه على جدول اعمال جلسه يوم السبت وترقب لنتائج استقطاع رواتب الموظفين. المالية تعلن عن مناقشات مستفيضة مع أطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها لمتابعة تعديل سعر صرف الدينار العراقي في الأخبار الدولية تضاغيات اقتحام الكونغرس تستمر استقالة أربعة من كبار مستشاري ترامب وبايدن يحمله المسؤولية في أعمال الشغب يعقد مجلس النواب جلسته الاعتياديه غدا السبت لمناقشه مشروع قانون موازنه 2021 ووفقا لجدول اعمال البرلمان فان هيئه الرئاسه حددت يوم غد موعدا للقراءه الاولى لمشروع قانون الموازنه الاتحاديه وكان المجلس قد مدد فصله التشريعي لمناقشه الموازنه والتصويت عليها قبل الذهاب الى العطله التشريعيه. هذا وسيكون مجلس النواب على موعد يوم غد السبت لقراءه مشروع قانون الموازنه الاتحاديه قراءه اولى في وقت شدد فيه نواب على ان ابرز التعديلات التي سيتضمنها القانون فقره استقطاع الرواتب وغيرها من الفقرات الاخرى. السبت المقبل القراءه الاولى لمشروع قانون الموازنه الاتحاديه. وبرغم انها لن تتضمن نقاشات او تعديل على القانون لحين قراءته القراءه الثانيه الا ان العديد من الكتل السياسيه اكدت رفضها للاستقطاعات الماليه من رواتب الموظفين مطالبين بحصر هذه الاستقطاعات باصحاب الدرجات الخاصه والعليا فقط اختلاف النصر لن نسمح ابدا باستقطاع رواتب الموظفين ويعتبر بالنسبه ان لقمه عيش المواطن خطا احمر، كنا وما زلنا ندافع عليها وسنبقى مدافعين عليها داخل وخارج مجلس النواب. وفي الوقت الذي اكد نواب ان التعديلات النيابيه على مسوده قانون الموازنه ستتضمن العديد من الفقرات والابواب كشفوا عن نيه المجلس استجواب ثلاثه مسؤولين حكوميين خلال الايام المقبله. هنالك ثلاث استجوابات ايضا سيكون في هذه في هذا الشهر آه العمل على استجواب بعض المسؤولين اللي تم آه حقيقه هنالك اشكاليات على عملهم فهذا الشهر هو فقط لاقرار قانون الموازنه والمضي بالاستجوابات المستجوبين في هذه هذا الشهر رئيس هيئه الاعلام والاتصالات ووزراء اخرين وينتظر اقرار الموازنه الاتحاديه العديد من العقبات ابرزها الاتفاق الحكومي مع اقليم كردستان وخفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار واستقطاعات رواتب الموظفين احمد عرام العراقيه الاخباريه بغداد وفي موضوع استقطاع رواتب الموظفين نفى عضو اللجنه الماليه النيابيه عدنان الزرف وجود اي استقطاعات في الرواتب وقال بأنها فرض ضرائب جديدة على الرواتب تتراوح ما بين العشرة إلى الأربعين بالمئة مشيرا في تصريح للإخبارية إلى أن هناك آراء مختلفة حول الموازنة ستظهر لاحقا ليس هنالك استقطاعات لرواتب الموظفين في الموازنة وإنما هنالك ضرائب دخل جديدة طرحتها الحكومة ضمن قانون موازنة 21 تبتدأ ب 10% وتنتهي ب 40% للدرجات العليا الوزراء والرئاسات الثلاثه الوزراء والمدراء العامون وغيرهم من الشرائح ومجلس النواب هنالك آراء مختلفه سوف تبرز وتظهر من خلال الحوارات ونامل ان تمرر الموازنه باعتبارها هي إيه أداه الحكومه لتنفيذ سياساتها على فضل النشر ما زالت مستمرة وفيها ستتابعون القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة يوم السبت وترقب لنتائج استقطاع رواتب الموظفين. في موضوع الموازنة كشف عضو اللجنة المالية النيابية السابق رحيم الدراجي عن وجود هدر في موازنات العراق يقدر ب 450 مليار دولار منذ العام 2003. الدراجي وفي حديث لبرنامج المحايد أكد أن البلاد بحاجة إلى فريق عمل متكامل أو شركة دولية لمتابعة الحسابات العراقية في الخارج واسترداد الأموال. فريق عمل متكامل او شركه دوليه يعني تتابع موضوع الحسابات العراقيه من 2003 الى اليوم. يعني احنا في احد التقارير قدرنا نحصي بشكل دقيق انه اكو 450 مليار هذا صار هدر في الموازنه العراقيه من 2003 لليوم. إلى شلون؟ يعني من 2003 الى 2014 360 مليار ومن 2015 الى 2018 90 مليار. من 2018 لليوم ما عندنا احصائيه بهذا الموضوع. شنو يعني هدر؟ هدر يعني اما سرقه، اما مشاريع وهميه، اما شو اسمه قميسيونات وتتهرب <applause> كثير من الامور، اضافه للموضوع اللي طرحته ستعالية عاليه فيما يخص عقارات الموجوده خارج الدوله، او العقود اللي في زمن النظام وترتبت عليها اثار قانونيه، الان احنا لحد الان مستمرين بها. وفي حصة الاقليم من الموازنة كشفت حكومة اقليم كردستان عن جملة من الوثائق الخاصة بمسار مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية حول النفط وايرادات المنافذ الحدودية واستحقاقات الاقليم من الموازنة وتضمن تقرير نشرته حكومة الاقليم الاشارة الى ما وصفه بالمساغ الحثيثة للكابينة الوزارية التاسعة للاقليم وتشكيلها لجنة مشتركة عليا لهذا الغرض والتزامها بتسليم 250 الف برميل من النفط يومياً إلى شركة سومو مقابل تسلمها مبلغ 320 مليار دينار شهرياً ويبدو ان اتفاق الحكومه المركزيه مع حكومه اقليم كردستان مهدد بالنقد في حال لم تلتزم اربيل بارسال الواردات ضمن الاتفاق المبرم ما بين الطرفين. نواب تحدثوا عن تصويت البرلمان على عدم ارسال الحكومه اي مستحقات في حال عدم تسديد الاقليم ما بذمته فيما شدد الحزب الديمقراطي على وجود نيه صادقه لكردستان بالالتزام. الإقليم يؤكد التزامه بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية بما تضمنته موازنة العام الحالي لكن الاتفاق مهدد بالانهيار وفقا لنواب إذا تنصل الإقليم كما في الموازنات السابقة حتى لو الحكومة خصصت المبالغ والإقليم وافق على لكن لا بد أن تمر عن طريق البرلمان والتصويت عليها البرلمان في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي اصر على بد ان اقليم كردستان ان يسترد جميع الاموال التي صدرها من النفط التي تم اتفق... اتفق عليها على ان يكون يوميا 250 الف برميل ولكن لم يسددها لحد الان بما انه لم يسددها فالبرلمان صوت بعدم اعطاء اي موازنه أي قرض الى الاقليم اليوم هم كذلك الاقليم لابد أن يسدد ما في ذمته وأن يعطي كل الحقوق التي تطلبها حقيقة الحكومة الاتحادية وينص الاتفاق على إلزام الإقليم بتصدير 250 ألف برميل يوميا عبر شركة سومو وتسديد الإيرادات المالية الأخرى وتسوية مالية بين الجانبين مقابل تسليم الإقليم مستحقاته المالية وفق نسبته في الموازنة البالغة 2 عشرة وسبع وستين بالمئة. مسألة الاتفاق مع آآ المركز وهذه العلاقة الشائكة. بين الاقليم والمركز يعني هناك نيه صريحه وواضحه من قبل اقليم كردستان يجب علينا ان نتعاون ونتكاتف لمواجهه هذه المشاكل الحقيقيه وقد يجهض الاتفاق الحكومي مع الاقليم في مجلس النواب اذا لم تقدم الكتل الكرديه ضمانات حقيقيه بتنفيذ الاتفاق وفق مواد الموازنه التي قد تعدل وفق رؤيه برلمانيه كما حدث في قانون تمويل العجز المالي ويتخوف الأكراد من تكرار سيناريو قانون تمويل العجز المالي في الموازنة الذي ألزمهم بتسديد جميع المستحقات النفطية والإيرادات الأخرى مقابل تسليم مستحقاتهم المالية أسوة بالمحافظات الأخرى سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد الآن ينضم معنا مباشرة من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ علي الفيلي أهلا بك أستاذ علي. أه تستمر جدلية الموازنة وحصة الإقليم، الآن ما الذي أه تطلبه بغداد من الإقليم ولا يستطيع الإقليم توفيره؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين، تحية لكم والمشاهدين الكرام. بالحقيقه هذه المفاوضات الماراثونيه بين الاقليم والحكومه الاتحاديه على طوال الشهور السابقه وصلنا الى نتائج واضحه وحسب الدستور مرضيه للطرفين ولكن نحن نعلم جيدا وحكومه الاقليم والساسه في الاقليم يعلمون جيدا بان القرار ليس بيد الحكومه وانما القرار بيد الكتل السياسيه التي لديها دور أساسي في العملية السياسية وخاصة لهم من لهم تمثيل في مجلس النواب العراقي فلهذا الآن الكرة في ملعب مجلس النواب نعم. ونعلم جيدا هناك نية مبيتة لدى هذه الطبقة السياسية بعرقلة أي اتفاق يصل إليه الجانبان حكومة مم. تقليم كردستان أوفت بجميع مطالب الحكومه الاتحاديه رغم انه قسم من هذه المطالب كانت صعبه بالحقيقه ولكن اوفت بجميع المطالب ووصلنا الى اتفاقات واضحه ولكن الحكومه لحد الان لم تستطع ان توفي بوعودها وان ترسل حصه الاقليم او جزء من رواتب الموظفين في اقليم كردستان طيب هذا نعرف طيب جيدا يعني خير دليل على ذلك قانون العجز الـ 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 نعم. نعم أستاذ علي بغداد تطلب أن تخضع كل الواردات النفطية لسومو نعم. والإقليم يحدد فقط 250 ألف برميل كيف تحل هذه الجدلية؟ لا يعني هي ليس يعني أما الإقليم يسلم 250 ألف برميل وحكومة الاتحادية بالمقابل و50% من واردات المنافذ الحدودية والحكومة الاتحادية بالمقابل ترسل شهريا ما يقارب 330 مليار كتكملة لرواتب موظفي الإقليم أما الاتفاق الثاني يعني الشق الثاني الحكومة الإقليم تسلم جميع النفط المستخرج من إقليم كردستان وهو 460 ألف برميل يوميا و50% من واردات المنافذ الحدودية وبالمقابل الحكومة ترسل حصة الإقليم كاملة من الموازنة ما يقارب 100 مليار شهرياً ويجب ان نختار احد, أحد هذين الاتفاقين هذين الاليتين يعني هي اليه لكن من حيث المضمون ليس هناك اختلافا كبيرا في هذين الاليتين ولكن يعني كما اسلف بانه خير دليل على بانه هذه الطبقه السياسيه ليس لدي ليس لديها نيه جيده اتجاه اقليم كردستان هو قانون القرض الداخلي يعني الذي قطعت حصه الاقليم ورواتب الاقليم وهي بالاساس هي مستقطعه من حصه الاقليم من الموازنه تحت النفقات السياديه التي تشمل الديون السياديه الداخليه والخارجيه فهذا الدين يعني الدين الداخلي هو بالاساس حصه الاقليم متضمنه ولكن مع الاسف الشديد نحن نعرف هناك اراده سياسيه لا تتوفر لدى هذه الطبقه السياسيه وان تحاول دائما تعلق استاذ علي اذا سمحت لي. مراحل اداره نعم. الدوله على شماعه اقليم كردستان لأن بغداد تطالب نعم. كل الواردات النفطيه وغير النفطيه من كردستان من اجل ان تعطي الحصه كامله يعني من الموازنه لماذا لا توافق اربيل على هذا الطلب اربيل موافق على هذا الطلب ولكن كما اسلفت يجب ان نختار اليه واضحه اذا لا يتم, يتم و... أيوة المباشره بهذا الامر ولا تاتي اللجان الى بغداد لتسويه ل... الى اربيل عذرا لتسويه الامر اللجان يعني نحن مع الحكومه الاتحاديه وصلنا الى جميع التفاصيل الكره الان كما اسلفت في ملعب الكتل السياسيه وكان من المقرر ان يزور بغداد وفد سياسي عالي المستوى برئاسه السيد نيتشروان البرزاني رئيس الاقليم وكافه الاحزاب والفعاليات السياسيه يعني بعيدا عن الحكومة كي تتفاوض مع هذه الكتل السياسية نحن نعرف بأنه هذه الكتل السياسية التي تعرقل أي اتفاق نصل إليه مع الحكومة الحكومة ليس لديه يعني السيد الكاظمي ليس لديه كتلة برلمانية كي يعني يدعم قراراته ويمر قراراته من خلال مجلس النواب فهو مه. يقدم هذه المشاريع وهذه الاقتراحات الى مجلس النواب طيب استاذ علي يعني هي ما تتحكم بالقرار أه الاول وهذا شيء واضح معذرة النواب في البرلمان اكدوا امكانية تمرير الموازنة على غرار تمرير قانون تمرير العجز أه تمويل العجز المالي في حال لم يلتزم الاقليم بالموافقة على اخضاع صادرات النفطية لشركة سومو نحن نتوقع ذلك لأنه النية مبيتة والنية واضحة بأنه يقطع حصة الإقليم لأنه يعني أنا أؤكد لك إذا الإقليم يسلم لهم كل مفاتيح مؤسسات الإقليم ودوائر الإقليم وواردات الإقليم هذه الطبقة السياسية لا ترضى بذلك لأنه النية غير ذلك ونحن نعرف ذلك يعني طيب ما هي النيه سيد علي الفيلي؟ ما هي النيه للطبقه السياسيه؟ أن... حدثنا عن هذا الموضوع. انا بصراحه و انا بصراحه اضع النقاط على الحروف هنا هؤلاء الطبقه السياسيه يريدون ان يعودوا بعقارب الساعه الى الوراء وان نعم. يعودوا الى بمعنى. سابق العهد ونسوا بانه الاقليم بمعنى يعني استاذ علي. سياسي منصوص عليه في الدستور مه. ويريدون ان يعاملوا الاقليم كالمحافظات الاخرى وهذا مه. الشيء يعني مستحيل ان يعني لانه ضرب الدستور بعرض الحائط ونصف اسس العمليه السياسيه برمته. مه. اشكرك شكرا جزيلا علي الفيلي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شكرا جزيلا لك. مشاهدينا مشاهدينا نبقى في الشأن المالي وعزم وزارة المالية اتخذ عدد من التدابير الداعمة لزيادة الأثار الإيجابية والفوائد من تعديل سعر الصرف، بيان للوزارة أوضح أن مناقشات مستفيضة تمت بشأن متابعة تعديل سعر الصرف مع أطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها، مبينة أن هذه المناقشات ستتوج الأسبوع المقبل بوضع برنامج سياسة الوزارة المفصل والمصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف، وأضاف البيان أن السياسه الرئيسه لحمايه الفقراء والضعفاء قد تم ادراجها في الموازنه. حساسيه الموضوع تجبر وزاره الماليه لاعلان تدابيرها الداعمه لزياده الاثار الايجابيه لتعديل سعر صرف الدولار. وما ان اقر مجلس الوزراء الموازنه دخلت الوزاره مناقشات وصفتها بالمستفيضه لاسابيع. لمتابعة تعديل سعر الصرف مع أطراف داخل الحكومة وخارجها من دون الكشف عن هويتها. الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا، إذ سيشهد اجتماعًا موسعًا للمالية مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص. وحول تفاصيل الاجتماع كشفت الماليه عن انه سيشهد وضعها برنامج سياستها المفصل والمصمم لزياده الفوائد من تعديل سعر الصرف لحمايه الفقراء والضعفاء على حد وصفها والذي تم بالفعل ادراجه في الموازنه وتضع المالية أملها في أن مزامنة هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة من الممكن أن تخرج بنتائج جيدة ومرضية لجميع الأطراف. في خضم هذه التحركات فإن الدولار يتذبذب نسبيًا في الأسواق المحلية بين صعود ونزول طفيفين وحتى اليوم فإن سعر بيعه وقف عند 1450 دينارا. أما سعر الشراء فقد ثبت على 1443 سلا البياتي العراقية الإخبارية إذن مشاهدينا لتفاصيل أكثر عن بيان وزارة المالية والموازنة ينضم إلينا في الاستوديو الخبير الاقتصادي صفان قصي رحب بك آه، سيد صفان في نشاطنا الخبرية في البدايه هل يمكن فعلا تمرير الموازنه وتجاوز حصه الاقليم فيها وعلى غرار قانون تمبيل العجز المالي الذي سبق واقره البرلمان؟ لا باعتقادي العراق بحاجه الى موازنه تقر من قبل البرلمان وتوضع هناك اتفاق مبدئي بين الحكومه المركزيه وحكومه الاقليم بان يذعن الاقليم الى تسليم واردات النفط الى شركه سومو سواء كانت من نفط كركوك او من نفط داخل حدود الاقليم بالمقابل على الحكومه ان تلتزم بنسبه 12.6% من الانفاق الفعلي وليس من التخصيص المشكله ان قانون الموازنه يضع تخصيصات عاليه فعمليا مطالبه الاقليم بتسديد كامل التخصيصات وليس ما ينفق فعليا يؤدي الى خلق مشكله اضافيه فعمليا يفترض ان يكون هناك وضوح في عملية التمويل للأقليم من خلال الانفاق الفعلي بنسبة 12.6 وأن يوضع حساب مشترك بين الأقليم والبين المركز ويطالب الأقليم أيضا بوضع موازنة للأقليم لكي نعلم أين تذهب هذه الإيرادات وأين تذهب النفقات من أجل أن تكون هناك يعني مسار استراتيجي للعلاقة بين الإقليم والمركز بعيداً عن التجاذبات السياسية التي خلقت مشاكل في السنوات السابقة. نعم، طيب أين تكمن حقيقة الخلل بين المركز والإقليم؟ ما الذي تطلبه بغداد ولا توافق عليه أربيل؟ بالتأكيد عدد موظفين الأقليم بالفترة الأخيرة لاحظنا الأقليم يعترف بأن هناك موظفين كانوا يتقاضون راتب لكنهم خارج الضوابط المركزية أيضا عدد عدد المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية السلطة الاتحادية فقدت سيطرتها منذ فترة زمنية طويلة على هذه المنافذ إيرادات المنافذ الاتحادية فبالمقابل الاقليم لديه مشكله في موضوع نقل المنتجات النفطيه يتحمل تكاليف نقلها الى خارج العراق لانه توسع في عمليه الاستثمار في الصادرات النفطيه من داخل حدود الاقليم فعمليا المديونيه مديونيه الاقليم تجاه الشركات العالميه بعد ان تفحص من قبل ديوان الرقابه الماليه يفترض ان تكون ديون اتحاديه بالمقابل الايرادات النفطيه يفترض ان تسلم بالكامل الى المركز طيب في موضوع اخر وهو موضوع بيان وزاره الماليه ماذا تعني باتخاذ عدد من التدابير الداعمه لزياده الاثار الايجابيه وايضا الفوائد من تعديل سعر الصرف نعم يعني عملية تعديل سعر الصرف خلقت يعني هناك مكاسب لدى البنك المركزي تقدر بأكثر من 12 تريليون دينار يفترض إطفاء مديونية وزارة المالية الأخيرة تجاه البنك المركزي من يمتلك الدينار العراقي في المصارف او خارج نظام المصارف تضرر بفعل تغيير سعر الصرف، من هو الذي استفاد؟ بالتاكيد البنك المركزي يمتلك احتياطيات ما لا يقل عن 45 مليار دولار، فعمليه اعاده تقييم هذه الاحتياطيات خلقت عائد لدى هذا البنك المركزي، فعمليا يمكن التفاوض مع البنك المركزي من اجل اطفاء الدين الاخير باكثر من 12 تريليون. وكذلك هناك رغبه لدى وزاره الماليه بتعويض المتضررين طبعا باراده برلمانيه، البرلمان حاليا يدرس امكانيه الغاء او التريث في موضوع الاستقطاعات الموظفين وكذلك الاستقطاعات الضريبيه وامكانيه ايضا خلق تعويضات للموظفين من الدرجه الخامسه فما دون بنسبه 12% او اكثر لتعويضهم من فرق العمله. ايرادات النفط بالتاكيد نعم. الفترة الحالية تشهد زيادة يعني هناك ما لا يقل عن فرق 12 دولار في السعر الحالي للبرنت عن السعر النفط العراقي طيب. بامكان هذا الوفر ان يتم وضع ماده في الموازنه لكي يوجه هذا الوفر لتعويض المتضررين طيب هناك جزئيه اخرى تحدث عنها ايضا البيان بشان مناقشات لمتابعه تعديل سعر الصرف هذا مع اطراف داخل الحكومه وخارجها، ماذا يعني هذا؟ هذا الشيء. الحقيقه اللجنه الماليه في في البدايه طالبت بزياده سعر الصرف بنسبه 12%، لكن الحكومه رفعت هذا السعر الى 24%، بمعنى هناك امكانيه لدراسه سعر الصرف. لكن بتقديري التمييز بين الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري من حيث تمويل الانفاق الاستثماري بسعر صرف مدعوم او الابقاء على سعر الصرف الحالي 1450 مع دعم الشركات الصناعيه بهذا الوفر المالي من اجل ان يكون هناك صناعه تستطيع المنافسه، لاحظنا هناك قطاعات يعني تحركت اثناء تغير سعر الصرف البنك المركزي ايضا السياسه النقديه مطلوب منها ان تكون اكثر تشجيعا للقطاعات الزراعيه الانتاج الزراعي الصناعات التكميلية وكذلك وزارة المالية مسؤولة عن رعاية الطبقات الهشة إذا ما تم تمرير هذا السعر وباعتقادي الاقتصاد العراقي من الممكن أن يتحرك نحو الأفضل إذا ما استطعنا أقناع القطاعات الاقتصادية بأن ترفع من حجم الانتاج لتعويض النقص بالاستيراد لا. أيضا البنك المركزي خلال هذه الفترة السابقة يعني أكثر من عشرين يوم هناك ما لا يقل عن 3 مليار دولار أضيفت إلى احتياطيات البنك المركزي، فالقرار لديه إيجابيات لكن بمفرده لا يعمل على الحكومة أن تعمل على إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات وكما تحدث السيد رئيس الوزراء نعم. على الجميع أن يواجه هذا التحدي إذا كنت مع الأستاذ صفان قصي الخبير الإقتصادي شكرا. مباشرة في الإستوديو شكرا جزيلا لك. إغراق السوق بالسلع الأجنبية وارتفاع تكاليف المواد الأولية بسبب الرسوم المفروضة عليها يشكلان أبرز العوامل التي تقف عائقا أمام إعادة العمل بألاف المصانع المتوقفة منذ سنوات أربعة وخمسون ألف معمل ومصنع في القطاع الخاص لا يعمل منها سوى عشرة بالمئة في الوقت الراهن بسبب تخمة الأسواق من البضائع المستوردة ولمختلف المناشئ فضلا عن عدم قدرتها على المنافسة جراء ارتفاع تكاليف الانتاج كالأيدي العاملة والمواد الأولية بدون دعم هذا القطاع الخاص يصبح الوضع الاقتصادي العراقي وضعا هشا لكونه يعتمد بكثير الاستيرادات الخارجية حتى في السلع الاستهلاكية والبسيطة ولكن عند دعم هذا القطاع الخاص وخصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة يصبح العراق في بحبوحة اقتصادية لأن الكثير من ال العملة الصعبة تذهب للاستيرادات ، أما مواد مصنعة وجاهزة للسوق العراقية ، أو تذهب إلى المواد الأولية وتشكل المواد الأولية التي يستوردها القطاع الخاص عنصرا مهما وحيويا في تشغيل المصانع المتوقفة وعودة المنتجات الوطنية للأسواق المحلية مجددا لكنها تصطدم بواقع ارتفاع الرسوم الجمركية والتي تتراوح ما بين 10 إلى 15% ما يحول دون رفضها للموازنة العامة بموارد مالية إضافية وتحويل البلاد من مستهدفات إلى منتجة في الأمدين المتوسطي والقصير قانون بالتنمية الصناعي رقم 20.998 هو يحفي المعامل المجازة لمدة عشر سنين من القمارق للمواد الأولية والمكان لكن حقيقة معظم المعامل هي عبرة العشر سنين لذلك معظمهم قاعد تدفع قمارق على المواد الاوليه، بنفس الوقت القمارق على المواد المنتجه النهائيه المستورده هي قليله اذا فعلوا هاي الفقرتين هي اعفاء قمرقي المواد الاوليه وسعر صرف خاص انا اكد لك خلال سنه سنتين راح يكون عندنا صناعه متنوعه اكتفاء ذاتي بكثير من الامور سوف نكتب الى مجلس النواب العراقي بامكانيه تزويد المصنع العراقي بهذه المواد بسعر مدعوم على اقل التقادير او بكلها مخفضه جدا حتى ننمي الصناعه الوطنيه وتكون الصناعه الوطنيه هي منافس للمستورد قبل نحو ربع قرن من الآن أقر قانون إعفاء المواد الأولية المستوردة الداخلة في الصناعة من الرسوم والضرائب ولفترة زمنية محدودة، لكن هذا القانون وبحسب متخصصين بحاجة إلى تعديلات تضمن منحه لفترات زمنية طويلة من أجل النهوض بالصناعة الوطنية. مؤيد الفرطوسي، العراقية الإخبارية. بغداد. في الأخبار الدولية تداعيات اقتحام الكونغرس تستمر استقالة أربعة من كبار مستشاري ترامب وبايدن يحمله المسؤولية في أعمال الشغب استقل أربعة مستشارين كبار في مجلس الأمن القومي الأمريكي وذلك على خلفية اقتحام مؤيدي الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس والمسؤولون الأربعة هم إيرين والشا كبيرة مديرية الشؤون الإفريقية ومارك فاندروف مدير أول لسياسة الدفاع وأنتوني روجروم المدير الأول لأسلحة الدمار الشاملة وروب جرينواي مدير أول لشؤون الشرق الأوسط وشمال <applause> أفريقيا Oh yeah! Right over there, they fucking—they were clobbering on the entire time. They're getting into the Capitol tonight. They're yeah. getting in there. هذا وحمل الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب المسؤوليه عن اعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول ووصف بايدن في خطاب ما حصل داخل مقر الكونغرس بانه من الايام الاكثر غموضا في تاريخ البلاد مضيفا ان الذين اقتحموا الكابيتول ليسوا محتجين بل انهم متمردون وارهابيون داخليون بحسب تعبيره كان هنالك محتجون لا يمكن أن نعتبر محتجين، بل كانوا فوضويين، كانوا إرهابيين محليين. الأمر بسيط. وما يمكننا قوله انه لم نكن نتصور ان يحدث ذلك لا يمكن لقد كنا نتوقع ذلك فان الاربع سنوات الاخيره مع هذا الرئيس كانت اهانه لدستورنا لم يخجل من استخدام القوات المسلحه من اجل مصلحته ووزير الدفاع السيد في حملته الانتخابيه اكثر من ستين قضيه رفعها في المحاكم والقضاة بما في ذلك القضاة التي عينهم قضاة ترامب تحلوا بالنزاهه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ادعت الي اقصاء رئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترامب من السلطة وصفة اياه بالشخصية الخطيرة جدا وطلب